والقفطان المغربي هو الفخامه، القفطان المغربي هو رمز المغرب ورمز يعني الاناقه المغربيه والمراه المغربيه، فاكيد فاش كنلبسوه كيلقى اقبال كبير، حنا كنحبوا راسنا فيه والناس كيحبونا فيه. وانا كيجيني القفطان المغربي زعما ما كاينش محسن منه، سمحوا لي بزاف يعني ما محال واش تجي معايا شي حاجه اكثر من القفطان. الواحد خاصو يعطي مما كاين هذا المنبر هذا، الواحد خاصو يعطي الاهتمام للزيت التقليدي ديال بلادو اولا، حيت ديالنا حنا ما كان مغاربه ما كاينش لي على القفطان، دونك اكيد هناخذ القفطان ديالي من عند غزلان الشاوني اللي ستيليست ديالي اللي كناخذ منها البلدي فاش كنبغي نلبس البلدي، ستيليست زوينه بزاف ولو ستيل ديالها كيعجبني بزاف. اون بليس اختاريت البلدي حيت مراكش المغرب، واحسن حاجه انه نكون لابسه قفطان. والقفطان المغربي هو خصو يكون حاضر يعني بصراحه، ولكن دابا المشكل فاش كيبدع شي كرياتور او لا شي ديزاينر يعني كيبدع بالنسبه لي الناس خصو يكون سفيفه ومضمضه والقفطان، ولكن حنا خصنا يعني نكبروا بالديزاينر ديالنا ونبدعوا اكثر يعني ونفتحوا على شي ثقافات اخرى. طبعا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.